تعمل ايه؟ على فكرة يا جماعة الجريفون تربيته جميلة جدا، الجريفون تربيته جميلة جدا. يبص يعني حب وحنان ورقة، والجريفون دولت يعني، بس هما مش حراسة ولا الكلام ده، هي دي حاجة معاك مشوار، رايح في مشوار، هو الكلب يجي معاك في العربية بتاع في شقتك، انما مش حراسة ولا الكلام ده كله. بيصحى على صوت العصافير الصبح كده وبعدين وبعدين بس يا مش ماشي، دي مش ماشي يا جماعة، مش ماشي لسه طبعا طالعة من الولادة، هما عارفيني طبعا. ده ليكوا فوق، ليكوا على الصبح فوق. غسيل يا جماعه، هو الكلب ده عايز يلعب معاه. تعمل ايه؟ هتصبح يلا على الناس يا سيد. طبعا يا جماعه عاملين الاول صباح الخير، لسه طبعا عاملين اهوت وبدانا بقى صوروا، وخلصنا المزرعه وصوروا كله تمام، وقلنا صوروا على الضوء من اول للنهايه. كملت انا بغير ليمون، ما منتعش من الفيديوهات، معلش كنت تعبان، بس كنت عارف سخنية مش جودة من الله، معلش كملت. معقول يا بابا؟ هو طبعا انواع اللولو، انواع اللولو من احلى انواع الكلاب الناعمة، شعر ناعم، من الكلاب اللي هي بتحب الاصفار خالص، ومن الكلاب الحنينة، يعني بيبقى عندهم حالة كده عشان تعرف تعدي لك عليها. ممكن بس تقول لك ممكن كلوريو كمان، يعني انت زي ما بس 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 بس
طبعا يا جماعه وريناكم النهارده الجريفون واللولو زي ما طلبتم بالظبط، يعني عايزين نتفرجوا على الجريفون واللولو. ادي كل كميه الجريفون اللي عندنا واللولو. يا رب الكلاب بتاعتنا تعجبكم، يا رب الحلقه تعجبكم. تحياتي لكل الناس المشتركه، الناس الجميله، الناس المحترمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس يا بت يا مش ماشي بس كيف ده الوضع ولا كيف ده الوضع؟ ما تفكروا حاجة هناك، يلا هناك. احلى مساء عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا احنا في المزرعه الجديده اللي هي الكبيره، زي ما طلبتوا يا جماعه اكتر الكومنتات جات قالوا صوروا من كلاب اللولو والجريفون. انا جيت نعمل لكم حلقه النهارده مع الجريفون واللولو زي ما انتم شايفين اهوت. ده كل الجريفون اللي عندنا واللولو زي ما انتم شايفين اهوت. في طبعا كلاب حوامل وفي لسه ما حضوش، طبعا لسه ما كل واحده لسه في ما اتجوزوش، وفي حوامل وفي طلعوا فاضيين، مش كله زي بعض طبعا زي ما احنا شايفين كده. زي ما انتم طلبتم قلت عايزين نشوف الجريفون واللولو. دي تشكيله الجريفون يا جماعه اللي عندنا واللولو كلها في المزرعه اهي. دي ديكور على امتيات كله على بعضه. طبعا زي ما انتم طلبتوا بالظبط. الظفر ده شارس شوية عنهم. ايه ايه في ايه مالك؟ بس يا بت وادي العصافير يا جماعة. طبعا حاجة جميلة تصحى على صوت العصافير كده الصبح، حاجة جميلة جدا. الكوكتيل بس يا وشيك، بس يا وشيك. بس يا ليزر